السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. بشكل سريع، شو رأيكم بموقع هذه المكيفات وطريقة تركيبها؟ طبعا هذه المكيفات فوق السطح بدون ساتر. وأحمد، كم طن هذه؟ هذه طنين ونص وثلاثة. زين، طبعا مواجهة للريح سواء من الأمام من الخلف من اليمين واليسار. أعطونا رأيكم بشكل سريع، يلا نشوفكم على خير.